سلام، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح يكون على مشاكل اللي نواجهوها في الخياطة ولا التفصيل. اول مشكلة نواجهوها وهي قماش تاع القطيفة، وخاصة رانا في موسم الشتاء. القطيفة كاين مشاكل اللي نواجهوها فيها، يا اما نلقاو قطيفة ترولة، وكاين اخرين ما يعرفوش يفرقوا بين القطيفة اللي ترولة والقطيفة اللي ما ترولاش من النوعية المليحة. كاين مشكل اخر ثاني في الماشينه، كاين انواع من الماشينات ما يخيطوش القطيفه ولا بيزو بيزو. يعني كاين ياسر مشاكل راح نديرها لكم في الفيديو هذا، وكاين مشاكل اخرى في التفصيل نواجهوها في الرقبه ولا في ليمونش، راح ندير لكم عليهم شرح بسيط وان شاء الله تفهموني. اول حاجه راح نتعرفوا على الفرق بين القطيفه اللي ترولا والقطيفه اللي ما ترولاش. كما راكم تشوفوا معايا قماش تاع قطيفه، شوفوا معايا القماش هذا، كنت لاحظوا الحاشيه تاع القماش جايه عريضه وغليظه في نفس الوقت. شوفوا معايا هنا، هذا النوع من القطيفه راهو ما يترولاش. شوفوا هنا مليح، احيانا نلقاو ثاني الحاشيه هذه وتلقاو القماش يترولا، بصح يعود القماش رهيف ياسر، تلقاوه رقيق خلاص، تكون النوعية تاعو شوية رديئة. كما راكم تشوفوا هذه النوعية، راح نوريكم دوك النوعية اللي ترولا. شوفوا معايا هنا النوع هذا من القطيفة، شوفوا هنا الحاشية نتاعو ديجا راهي مرولية هنا شوي. شوفوا هنا، انا هنا راني نفتح فيها. هذا النوع من القطيفة راهو رهيف ياسر، ما من النوعية تاعو، شوفوا نوعية راهي تاعو ناقصة ياسر. تقريبا هذا في السومة يدير 25,000 المترة، ماذا بيكم تجنبوه، يعني حتى في القطيفة تاعو ما تردش حتى البرد. شوفوا هنا الحاشية تاعو كفاه رقيقة وما هيش باينة مليح، كاين الفرق بين الحاشية هذه والحاشية هذه. دوكا هذا ما عندناش فيه مشكل، هذا كيما قلت لكم القطيفة تاعو ما ترولاش. نرجع هنا لهذا اللي ترولا. اول حاجه نعرفوها ديما كي نجو نفصلوا القماش تاع القطيفه، ديما الحاشيه هذه نحوها، سواء في النوعيه هذه ولا في النوعيه الاخرى، ديما الحاشيه هذه تنحوها، لانه احيانا تكمش لنا القماش. وماذا بكم ما ديروهاش في الحساب تاع التفصال، الحاشيه هذه ديما تنحوها، سواء في بيزو بيزو ولا في القطيفه لازم تتنحى. ثاني ملاحظه عندي بالنسبة لهذه القطيفة اللي ترولا، بعد ما تفصلوا إذا كانت القطيفة هنا هذه ترولا، كما قلت لكم بعد ما تفصلوها راح تديروا أشرطة من ورق الفيزلين، هذا اللي نديروا به البطان تاع الرقبة، تقصوا أشرطة منه، وأكيد تشروا من الفيزلين الرقيق خلاص، كاين الخشين كاين المتوسط وكاين الرقيق، ثم تشروا الرقيق برك، هذا تحدوه على الحاشية تاعكم. شوفوا معايا هنا، اكيد كما قلت لكم بعد ما تكونوا فصلتوا وكملتوا، بعد ما تفصلوا تكملوا ديروا المرحلة هذه، تحدوا هذا الأشرطة هذه تاع ورق الفيزلين، تحدوها على القماش تاعكم باه ما يترولاش. وفي نفس الوقت إذا كانت الماشينة تاعكم ما تخيط لكمش القطيفة ولا البيزو بيزو، هذه الطريقة راح تساعدكم ياسر في الخياطة. أكيد بعد ما تخيطوا وتكملوا تنحوا الورق هذا تاع الفيزلين، ما تخلوهش على القنظرة تاعكم. وهنا بالنسبة للطول نتاعو، أكيد راح تديروا الطول اللي تحتاجوه في الورق تاع الفيزلين، العرض ما تفوتوش 2 سنتيم، قيس ما تحتاجوا للخياطة برك، كما الكفة كما الجناب تاع القندورة كما ليمونش، تستعملوها في كل المناطق كي تجوا تخيطوا. كما قلت لكم هذا حل سهل ياسر بالنسبة لماشينة تاعهم ما تخيط لهمش بيزو بيزو ولا القطيفة، وحل مليح ثاني للقطيفة اللي تترولا. صافي، هذا الورق تاع الفيزلين نستعملوه في حالتين، القطيفة اللي تترولا وفي الحالة الماشينة اللي ما تخيطش البيزو بيزو ولا القطيفة. كاين حل اخر ثاني،
نستعملوه كي تكون الماشينة تاعنا ما تخيطش القطيفة ولا بيزو بيزو. وهو الورق هذا شريط لاصق لصقوا به البطان ولا الكفة، هذا لأنه رقيق ياسر تقدروا تستعملوه على طبقتين وديروا فوق القماش نتاعكم وتخيطوا نورمال، راح تمشي لكم الماشينة تاعكم عادي وتخيط لكم. هذا ثاني حل من الحلول بالنسبة للماشينة اللي ما تخيطش القطيفة. كاين حل آخر، تقدروا تستعملوا شريط لاصق تروليوه على الرجل القدم هذه ولا رجل، كل واحدة كيف تسميها، تروليوه من هنا وتعاودوا تقصوا المنطقة هذه باه تقدر الإبرة تاعكم تفوت وتخيط. هذا ثاني حل من الحلول، كل واحدة تجرب واحدة من الطرق هذه وإن شاء الله الماشينة تاعها تخيط لها. وكاين نوع من الإباري ثاني نستعملوه خاص بقماش القطيفة وبيزو بيزو، أنا صراحة على الإباري هذو ما عنديش لأن الماشينة تاعي تخيط لي القماش تاع القطيفة وبيزو بيزو نورمال، خاصة اللي عندهم ماشينة صناعية راح تخيط لهم بكل سهولة ما فيهاش تقريبا المشاكل تاع القماش. كما قلت لكم هذو الحلول، راح نعاود لكم كما قلت لكم بالنسبة للقطيفة اللي ترولا تقدروا تستعملوا أشرطة من ورق الفيزلين الرقيق. وبالنسبة للماشينة تاعها ما تخيط لهاش القطيفة ولا بيزو بيزو، نفس الطريقة تستعملوا الأشرطة تاع الفيزلين الرقيق تخيطوهم تحطوهم فوق القماش وتخيطوا بالماشينة تاعكم، ولا تستعملوا هذا الشريط اللاصق اللي نستعملوه في الكفة ولا لصقوا به البطان تاع الرقبة. هذا ثاني وشي عندكم كيعاد رقيق ياسر، كما قلت لكم اطبقوا على مرتين وتخيطوا، يا اما تستعملوا الشريط اللاصق تلويوه على القدم نتاعكم وتفتحوا هذه المنطقة باه تقدر الإبرة تاعكم تخيط. وكاين طريقة أخرى هو الإباري، كما قلت لكم الإباري ما عنديش لأني ما نستعملهمش، ما عنديش مشكل في الماشينة نتاعي. هذه بعض الحلول القماش تاع القطيفة اللي ترولا ولا الماشينة اللي ما تخيطش قماش القطيفة. كاين عندنا مشاكل أخرى راح نوريها لكم في الرقبة ولا ليمونش، كما تشوفوا هنا راني فصلت رقبة مدورة. هنا المشكلة هنا في النوع تاع الرقبة، انه كاين بعض الاخوات ولا المبتدئات كيفصلوا تجيهم الرقبه كبيره ياسر، يا اما تكون خدمه بالقياسات وتكون الرقبه تاعها صحيحه في القياس، ولكن تكون نوعيه الرقبه ما تكونش مثلا الوحده ضعيفه ياسر، تكون تا وحده سمينه. في الحاله هذه الرقبه راح تجيها هابطه ومفتوحه ياسر. هنا عندنا حل بسيط راح نديروه ومالفا نستعمله، راح نجو هنا نحدو المنتصف تاع الرقبة، المنتصف راح يكون هنا. انا هنا واش راح ندير، راح نجي عند البلاصة هذه تاع المنتصف، راح نقرب شوي باه تجيكم الطريقة واضحة. راح ندير هنا بليات باه نقدر نصغر بيهم حجم الرقبة. هنحكمها بليزي بانجل باه تجيكم واضحة. كنت لاحظوا معايا هنا شكل الرقبة رجع صغير، شوفوا معايا هنا. وبالطريقة هذه تاع البليات راح تمد ثاني منظر جميل للقندورة تاعك كما راكم تشوفوا. هنا حجم الرقبة تاعنا راهو رجع صغير ماهوش مفتوح ياسر، وأكيد لي الرقبة تاعها ثاني هابطة تقدر ثاني تشد شوية هنا في الكتاف، إذا كانت شدة سنتيم تقدر تزيد 2 سنتيم كما هكا. راح نكون صغرنا الرقبة تاعنا وفي نفس الوقت درنا لها شكل جميل وباهي يعني ما يعيبهاش. وشي البنات هذا الحل نقدر نستعملوه كي تعود الرقبة دائرية فقط، أما كي تكون في تكون شكل آخر ما نقدروش نستعمل الطريقة هذه.
راح نوريلكم ثاني مشكلة تقع لنا في ليمونش. كما راكم تشوفوا عندي المونش هذا، كاين بعض الحالات كي نخيطوا المونش تاعنا ونكملوا راح نلقاو المنطقة هذه تاع الذراع تجينا عريضة ياسر. انا عندنا حل بسيط وجميل نقدروا نستعملوه، نجو هنا عند المنتصف وبنفس الطريقة اللي درناها في الرقبة تقدروا تستعملوا البليات هذو بالشكل هذا. شوفوا معايا هنا راح تكونوا درتوا حل وصغرتوا المونش تاعكم في العرض بالقياس اللي تحوسوا عليه، وفي نفس الوقت عدو مديتوا شكل جميل للمونش تاعكم. شوفوا معايا هنا هكذا راح تعودوا صغرتوا العرض هذا هنا. كما قلت لكم احيانا كي نفصلوا تجينا البلاصه هذه عريضه ياسر، فهذا حل بسيط وجميل نزيدوه على المونش هكذا. كاين حالة أخرى نتعرضوا لها في المونش راح نوريها لكم. أحيانا يكون عندنا المونش بالشكل هذا، تكون المنطقة هذه قد جات على القياس تاع الذراع ما عندناش فيها إشكال. الإشكال أحيانا يكون هنا في المنطقة هذه، أحيانا يكون المونش هنا كبير ياسر. فبحل بسيط وجميل تقدروا تستعينوا بتكماش هنا ولا كشكشة صغيرة هكذا بالشكل هذا. هذه الحلول أكيد راح تكون للمبتدئات في الخياطة. راح نديروا كشكشة بسيطة هنا وبالشكل هذا راح يكون المونش تاعك طلع شوي ما يكونش كبير ياسر بالشكل هذا. كما تشوفوا راح نشدو بليزي بانجل هكذا. ان شاء الله البنات تكون الطريقه تاعي سهله ومفيده لكم، ان شاء الله تجربوها وتستفادوا منها. وانتظروني في فيديو جديد وحلول جديده، وان شاء الله راح نكمل معكم سلسله الدروس بالنسبه للمبتدئات. ان شاء الله تدعموني وتشتركوا بقناتي بالنسبه اللي شاهدوني لاول مره واللي شجعوني دائما. ان شاء الله نتمنى انهم يبارطاجيو الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة.